أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج هاشتاغ تتابعونا فيها. السيسي يدرس طرح شركات القوات المسلحة للاكتتاب ويقول لمن يرفض مشروعاته اتهلق. رئيسا لبنان والعراق يتحدثان ومنصات التواصل تتوحد رافضة لما جاء في خطابي عون وصالح والشارع يواصل الانتفاض. وسعوديا مصارعة نسائية تثير تساؤلات عن انفتاح هيئة الترفيه. وفي فقرة هاشتاغ من واشنطن نناقش فيسبوك يقاضي مجموعة NSO الإسرائيلية ومايكروسوفت تمول مراقبة تل أبيب للفلسطينيين. كل هذا وأكثر في هاشتاغ فتابعونا. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من هاشتاغ. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حسابي أو عبر حساب سكايب إيجي مباشر. بإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات التعليقات في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها فشاركونا. البداية من مصر، حيث أثارت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجدل على منصات التواصل بعدما أكد أن الحكومة المصرية تدرس طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في سوق الأوراق المالية البورصة، مشيرا إلى أن الدولة تخطط لذلك منذ 3 سنوات. وبرر السيسي خلال كلمته في افتتاح مصانع شركة النصر للكيماويات اليوم، برر هذا الطرح بأنه ينوي منح المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، شركات الجيش. لماذا؟ كي يفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات. دعونا أولا نتابع تصريحات السيسي ثم تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها. الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لابد أن يكون في فرصة منها لشركات القوات المسلحة، يعني لازم شركات دي تدخل البورصة ويبقى في فرصة للمصريين ان هم يبقى لهم اسهم فيها في هذه الشركات، وبالطريقة دي يبقى احنا هنا فتحنا باب المشاركة للشعب المصري وللمجتمع في هذه الشركات اللي انا بقول انها فرص نجاحها فرص كويسة. واذا القطاع الخاص مرحب بيه، عايز يشارك متاح، وده كلام مش بنقوله سياسة، يعني لا ده كلام حقيقي. المستعدين كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي عايز يتفضل يخش، انت هتخش على مشروع زي ما انتوا شايفين في اي مشروع من اللي بيتعمل مشروع انتهى بقى، يعني خلاص افتتح، فانت مش هتخش لا في دراسات جدوى ولا هتخش في يعني تراخيص ولا ده ولا ده. الحاجة معاك، يلا عايزين تخشوا وانا معاكم وانا برحب بكده بصراحة. هذه الخطة الاقتصادية للسيسي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. كتب أحمد سالم يقول: السيسي يطلب إدراج شركات القوات المسلحة في البورصة، هذا يعني عسكرة البورصة أو مدنية الجيش، وفي كلاهما سم قاتل، يضيع ما تبقى من مدخرات المصريين ويقضي على آخر آمال العسكرية المصرية. أما الإعلامي هيثم أبو خليل فقال: السيسي بيقول لازم شركات الجيش تدخل بورصة، بورصة ايه وشركات الجيش بتدار بنظام الطابونة وما فيش اصلا رقاب عليها. المستشار هشام جنينة لما اتكلم حطيته في السجن. طب مش قبل البورصة تدفعوا المليارات اللي نهبنها، ولا عينكم على سبوبة من البورصة كمان؟ اما هذا المدون قال: لا يمكن، لان هذا معناه اعلان ميزانيتها وخضوعها للرقابة والمحاسبة القانونية وتسديد الضرائب وأشياء أخرى كثيرة لا يقبلها العسكر، إلا إن كان هذا سيقتصر على الشركات التي لا يريدونها لخسائرها أو ضعف ربحيتها. ممدوح غرد يقول: شركات الجيش هي كل اقتصاد مصر تقريبا، الخطوة قبل الأخيرة لإعلان إفلاس مصر. شاهيناز عبد السلام تقول: بيع شركات الجيش أو تحويلها للاكتتاب العام أصبح أمراً ضرورياً ومهماً لإنقاذ الاقتصاد المصري والقضاء على الاحتكار والاقتصاد الموازي اللي ما بيدفعش ضرائب ولا خدمات. أما الناشط صفوان محمد تهكم قائلاً: يا باشا عيب الكلام ده، أنت تقصد لازم مصر تدخل بورصة القوات المسلحة، حضرتك مصر أصبحت جيش وطلع له مصر. غردت زينب صلاح تقول:
يعني هو عامل الشركات دي من مال الشعب، أرض ببلاش، ضرائب جمارك ما فيش، أجور رمزية للعاملين، كله بالأمر المباشر، يوم هوب طرحها في البورصة والشعب يشتري ماله من تاني. ما هذا؟ إيمان ساخرة تقول لابد من طرح المصريين شخصيا في البورصة، وهي الخطوة القادمة. السيد سالم يقول هياخدوا ابني تجنيد في الجيش عشان يسفلت الطريق، والشركة الوطنية للطرق تبيع وتكسب وتوزع أرباح في البورصة. أبو إسماعيل يقول السيسي وعسكرة البورصة، وهنشوف اللواء ركن بورصة قريبا. في حين نشر الناشط شريف عثمان مقطعا يشرح فيه مدار دخول شركات القوات المسلحة المصرية إلى سوق الأوراق المالية، مخاطر الخطوة على الاقتصاد المصري كما يشرحها هذا المدون. كون ان انت بتخصخص الشركات، يعني بتحول ملكيتها من الدولة لملكية خاصة. طيب الملكية الخاصة دي لما تدخل فيها القوات المسلحة، ان هي تسمح للشركات بتاعة القوات المسلحة بتملك الأسهم الخاصة بالشركات اللي هتم تسييلها، يعني انت كده ما بتخصخصش، انت كده بتحول الملكية بتاعة الأصول المملوكة للدولة لمملوكة لأحد مؤسسات الدولة اللي هي القوات المسلحة. مبدئيا هم معمل لهم القيمة اللي هيتباعوا بيها أقل بكتير جدا من القيمة السوقية للأصول. طيب يبقى انت كده بتبيع لهم البلد ببلاش. طيب وبعد كده يجي يقول لك المستثمر اللي عايز يجي يستثمر يجي يشتري معانا. طب انت تشتري معانا يعني بكام؟ ما هو انا ممكن اقول لك انا هاخد 95%، انا معايا الفلوس والمقدره. وحد عارف الجيش فلوسه كام؟ حد عنده اصلا رقابه على فلوس الجيش؟ مفيش. طيب هو لما يجي يقول لك انا هشتري 95% بقى المستثمر اللي عايز يجي 5%، طيب مين بقى المرضي عنهم؟ ما احنا كلنا مغضوب علينا، مين المرضي عنهم ان هم يشتروا؟ يقول لك هيتم طرح الاسهم في البورصه. طيب انت معنى كده ان انت وبعدين الفلوس اللي جايه دي هتبقى رايحه بقى في صندوق اسود، ثقب اسود في الاقتصاد المصري اسمه الصندوق السيادي. ده خارج عن السيطره وخارج عن الرقابه ومحدش عارف مين اللي هيؤمر بيه وفلوسه رايحه فين وجايه منين والكلام ده كله. طيب انت كده يعني انت كده بتسيل بتمن ارخص وبتدي الملكيه لشركات القوات المسلحة ان هي تتغول اكتر من ما هي متغولة على الاقتصاد المصري، وتبقى متملكة كمان. يعني انت كده عملت يعني اللي هي فتحة دايرة خلفية كده للجيش ان هو يتملك اكتر من الشركات اللي هو بيتملكها اصلا، ان هو بيتدخل في الاقتصاد. الجيش مش شغلته الاقتصاد، الجيش شغلته ان هو يدافع عن البلد. فيا جماعة الكلام اللي اتقال ده مهم جدا وخطير جدا. يعني انا مش عارف هو بيقولها كده براحية ومبسوط ومستقنيس ومفيش اي مشاكل. الكلام ده خطير جدا وحيزود التغول بشكل بشع. هذا الكلام خطير جدا. خلال ذات الكلمة للسيسي اوضح بانه سينتهج سياسة جديدة بافتتاح المشاريع دون تأجيل او التأثر بالتشكيك والهجوم من قبل جهات لم يسمها، واكد بانه جاهز لأي افتتاح جديد حتى وإن كان الافتتاح خلال الساعة 5 صباحا. تابع قائلا هنفتتح كل مشروعاتنا على طول واللي هيزعل يتفلق. نتابع ما قال. وعايز أقول هنشتغل، وإحنا كنا المفروض في افتتاحات كثيرة خلال الفترة اللي فاتت. لا إحنا هنفتتح كل مشاريعنا على طول بقى. طب اللي هيزعل يتفلق. مين بقى عمل الكلام ده؟ مش مهم، إنما لو سمحتم خلال الأسبوعين ثلاثة اللي جايين لو قلت لي كل يوم ولا يوم بعد يوم أنا جاهز. طب الساعة 5 الصبح ما يجراش. بس كلمة السيسي أثارت استنكار واستياء الكثيرين. غرد حساب باسم النشابي قائلاً قال لك هنفضل نفتح مشاريع وإنجازات واللي يزعل يتفلق. إنجازات يا أبو إنجازات، ده أنت الطرق اللي صرفت فيها مليارات هبطت من شوية مطر. التصريح الصح والواقعي هو أن السيسي كان يقول هنفضل نسرقكم وننهبكم واللي يزعل يتفلق. أما شهاب الدين يقول معلش البلد غرقت في شبر مية من أسبوع، ممكن لو تكرمت وانت بتعمل الطرق تجربها بس، وعندك وزير نقل عمل عزاء لمواطن بتكلفة 1000 تذكرة من القطر من الإمات بسببها. أنا عايز
أنا عايز أتفلق بس في الأصول اللي بتتبني بفلوس البلد. تساءلت هبة حسني تقول: هو ينفع رئيس دولة يقول للناس اللي انتخبوه اللي يزعل يتفلق؟ إيه الاحتقار ده؟ أما حساب المدونة ريحانة يقول: السيسي في 2013 بيقول أنتوا مش عارفين أنتوا نور عنينا ولا إيه؟ في 2019 اللي يزعل يتفلق. في 2013 قال الجيش دوره إشرافي فقط ولمدة مؤقتة، وفي 2019 قال طرح شركات الجيش في البورصة. رؤيا علقت تقول: إحنا مش قرايب أو جيران في عمارة، إحنا شعب، ورئيس بيقرر المشروعات بسرعة بدون ما ينتظر لدراسات أو بدون ما ينظر لدراسات الجدوى، وفي النهاية إحنا الشعب وأولادنا وأحفادنا اللي هنسدد القروض اللي أنت بتعمل بيها المشاريع. الدين الخارجي وصل 108 مليار دولار. أما صحفي حسام الشربجي فقال: السيسي بيقول من الآخر كده إحنا هنعمل قصور واستراحات وكباري بتقع وطرق بتنهار وبفلوسكم ومحدش يفتح بقه. وطبعا اللي مش عاجبه الكلام معروف آخرته، طلقة أو حبس انفرادي، ولو افتقرت ومعكش فلوس تجيب تذكرة القطر هتترمي منه. عبد الرحمن فؤاد يقول: بيصرف مليارات على مشاريع فشلة، وأكبر إنجازاته استئساده على الشعب واعتقال كل من يخالفه، لكن طالما أنت أسد قوي كده وواثق من نفسك طلع المعارضة من السجون وافتح الميادين وشوف اللي بيتفلقوا هيعملوا معاك إيه أنت وعصبتك، لكن أنت أجبن وأضعف من كده، أنت ديكتاتور فاشل. محمد دياب متهكما: أيوة بتفتتح مشاريع وهفتتح مشاريع وهتفشل، هي المشاريع دي بتفشل عشاني علشان مصر. إلى لبنان، حيث تتواصل ردود الفعل على كلمة أو الكلمة التي ألقاها الرئيس اللبناني ميشيل عون قبل قليل من قصر بعبدة، والتي أكد فيها بأن المتظاهرين أوصلوا صوتهم المنادي بمكافحة الفساد وإقامة دولة مدنية دون طائفية أو محاصصة. وقد أثارت كلمة عون العديد من ردود الأفعال التي سنتابعها مع الزميلة وعد زكريا فقرة لبنان الآن. أهلا بك وعد، تفضلي. شكرا لك عمر، وأهلا بكم مشاهدينا في فقرة لبنان الآن. وبالفعل انشغلت منصات التواصل قبل قليل بما جاء في كلمة الرئيس اللبناني ميشيل عون، وأيضا قد قال الرئيس اللبناني إن صوت المتظاهرين وصل إلى الجميع، واعدا إياهم ببذل الجهود من أجل الانتقال من النظام الطائفي إلى الدولة المدنية. وأضاف الرئيس اللبناني أن الأزمة الحالية في لبنان ناتجة عن اتساع مزاريب الهدر والفساد، مضيفا أن مكافحة الفساد هي طريق طويل وعمل مستمر، خصوصا في بلد تجذر فيه الفساد سنوات وسنوات. كما وصف الطائفية بأنها مرض مدمر يستعمله أعضاء الوطن، مشيرا إلى أن الانتقال من النظام الطائفي إلى الدولة المدنية هو طريق الخلاص للبنان. وقد أثارت كلمة ميشيل عون كثيرا من الانتقادات على منصات التواصل اللبنانية، وغردت الصحفية ديانا مقلد قائلة: هل مفروض هيدا الخطاب يقرب اللبنانيين ويطمن المحتجين ويجاوب على هواجس مواطنين عم يعيشوا أسوأ أزمة من 30 سنة؟ أنا عايزة جملة مفيدة. الصحفية يمنى فواز عن كلمة عون المتلفزة: خطاب الرئيس ميشيل عون بدل جام كانت استخدمه بالمونتاج وايد أند كلوز، بعده بالمونتاج مش ضابط، الرئيس لا يستطيع إلقاء خطاب كامل، وفي المضمون يتحدث عن النازحين في حين الشارع اللبناني يتظاهر منذ 15 يوم. ياسمين ردت على المنتقدين بقولها: أعطوا ميشيل عون فرصة. مريم كرم قائلة: عزيزي رئيس الجمهورية، نحن لم نعد نثق في الكلمات، نريد أفعالا تحوز ثقتنا، ولذلك سننتظر أفعالك. إمضاء المخلصة، متظاهرة لبنانية، عشتم وعاش لبنان. جوزيف طوق قال: هيدا الخطاب كتبه إيليا أبو ماضي وشايفينه بكتاب القراءة بصف السانكيام أو صف الخامس يعني. جوزيف جورجس: سيد الرئيس، صوتك كالرمح في أذانهم وتاريخك تاج على رؤوسهم، إن كانوا خبراء بالطائفية والتجييش فنحن لنفوسهم التي تلهث كالذئاب الكاسرة مرصادا. أما المؤلفة نضال الأحمدية فقد قالت: إذا طالب رئيس بدولة مدنية تقضي على النظام الطائفي ونتاجاته من كل الفساد وسعى لتحقيق هذا المطلب الرئيسي فهذا يعني أنه قال كل يعني كل، وأنا أصبح عونية حتى الموت وفخامته يصبح بطلا تاريخيا إن صنع دولة مدنية أي علمانية.
أما أنطوان فقد قال: هل علينا أن نقبل برئيس لا يمكنه أن يخرج علينا مباشرة وليس بكلمة مسجلة؟ فقط أتساءل. مدون آخر تحدث عن الجنرال عون بقوله: لا يختلف عن السيسي، نفس المدرسة العقلية العسكرية أيضا. وفي أول رد فعل على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة تابعة لحزب الله اللبناني، اعتبرت أن استقالة الحريري ستسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ إصلاحات وإقرار موازنة عام 2020، وذلك في بيان تلفزيوني تلاه أحد أعضاء الكتلة. مزيد من التفاصيل في مقطع الفيديو التالي، نتابعه معا. ومهما قيل عن الاعتبارات التي استند إليها رئيس الحكومة لتبرير استقالته، فإن هذه الاستقالة سوف تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الإصلاحات ولإقرار الموازنة العامة للعام 2020، وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الأزمة لا قدر الله. وتعليقا على الكلمة، غرد صاحب هذا الحساب: الكتلة البرلمانية لميليشيات حزب الله تقول استقالة الحريري مضيعة للوقت، بينما استقال الحريري بعد أن اصطدم بطريق مسدود ووجد أن بقاءه في حكومة لا تملك من أمرها شيئا مضيعة للبنان وشعبه. فيما علق عيسى: أنت يلي فهم صح. وغرد سمير: لبنان ضايع من 40 سنة، أصلا لبنان مرهون بقرارات إيران، في أي لحظة حرب بأوامر إيرانية. وغرد الجاسر: استقال أم لم يستقل، لن ينصلح حال لبنان وهو يسير بنظام التوزيع الطائفي. بينما كتب عمر الحريري: استقال بطلب أمريكي وحصل على ضمانات بعدم المساس به أو ملاحقته بقضايا فساد، وسيعود لتشكيل حكومة جديدة أكثرها تابع للسعودية والأمريكان لمحاولة حشر حزب الله في الزاوية، ولن يفلح. والآن إلى فاصل قصير، ثم نعود إلى الزميل عمر فياض لاستكمال فقرات هاشتاك. ابقوا معنا. قطر فارما، بأيدينا نصنع دواء. صورة جميلة ولكنها ليست الواقع. الجزيرة مباشر، واقع الحال. أهلا بكم من جديد، الآن إلى العراق، حيث أكد الرئيس العراقي برهم صالح بأن رئيس الوزراء عادل عبد الهادي وافق على تقديم استقالته، غير أنه طالب الكتل السياسية بالتوافق على بديل لتجنب حدوث فراغ دستوري. وأكد برهم صالح خلال كلمة ألقاها اليوم على أن رئاسة الجمهورية العراقية باشرت الإعداد لإصدار قانون للانتخاب جديد سيكون مقنعا للشعب ويعالج مشكلات القانون السابق. نتابع جانبا من كلمة الرئيس العراقي: لقد كان الأخ رئيس الوزراء قد أعلن موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل التفاهم على بديل مقبول، وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري. في هذه الظروف تتأكد مرة أخرى أهمية أن يكون السلاح بأيدي الدولة. نتوقع عملا مضاعفا من الحكومة ومؤسساتها للشروع بتنفيذ فعلي. في حين تتواصل الاحتجاجات العراقية لليوم السابع على التوالي، خرج الآلاف من المتظاهرين في بغداد وعدة مدن أخرى للمطالبة بإسقاط النظام ومحاربة الفساد وتحقيق إصلاح سياسي واقتصادي جادين. قالت مفوضية حقوق الإنسان إن عدد القتلى ارتفع إلى 100 شخص، كما أصيب أكثر من 500 آخرين خلال الأيام الستة الماضية. نتوقف الآن مع بعض الصور لتظاهرات اليوم. الله
إذن منصات التواصل الاجتماعي وردود الفعل عليها، حيث أثارت كلمة الرئيس العراقي جدلاً واسعاً بين المدونين. غرد الإعلامي حسام الحاج قائلاً: فسر الماء بعد الجهد بالماء، لم أرى خطاباً بل رأيت مراسلاً يسرد علينا أحداثاً نعرفها جميعاً. أما المدون في التغريدة التالية البرلماني السابق مشعل جبوري يقول: كلام جميل تضمنه خطاب برهم صالح، ولكن الشعب لم يعد يصدق وعود أقطاب السلطة. المطلوب حل مفوضية الانتخابات ونقل موظفيها ممن احترفوا التزوير، ومطلوب تشريع قانون انتخابات عادل، والأهم انتخابات بإشراف أممي تعتمد أصوات الناخبين وليس إرادة فوهات البنادق والأموال المنهوبة والتزوير. كما دون قصي محبوبة قائلا: عندما تكون رئيسا معلبا ومغفلا أو مغلفا عفوا ولا تمثل إرادة الشعب ولم ينتخبك أحد، فإنك تكون بلا طعم أو لون أو رائحة ولا حتى صلاحيات. طلع برهم ما يرهم. حساب أمير الشرق يقول: خطاب جيد وهادئ للرئيس العراقي، أكد على استقالة الحكومة وعلى تغيير قانون انتخاب جديد ومفوضية جديدة تشرف على انتخابات جديدة ومنع استخدام السلاح خارج إطار الدولة. هي حملة بلا هوادة ضد الفساد بحسب وصف صاحب هذا الحساب. نذهب الآن إلى السعودية، حيث أثارت مباراة مصارعة استعراضية نسائية أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي سعوديا. أقيمت هذه المباراة قبل ساعات في ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالتعاون مع WWE، حيث تعتبر هذه المباراة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة. وبينما تغنت الصحف العالمية بهذه السابقة التاريخية، أثار هذا الحدث تباينا في الآراء بين المدونين السعوديين. هذا وقد تداول بعض رواد تويتر مقاطع فيديو توثق الحدث. كما نتابع: وقد أثارت مباراة المصارعة النسائية جدلا واسعا إذن بين المدونين. دشن الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واسم أوقفوا مصارعة النساء للتعبير عن آرائهم حول هذا الموضوع. كتبت بسمة العتيبي قائلة: قلنا ترفيه بس مو كذا، وين الترفيه في مصارعة نساء؟ أنا أشوف أن هذا الشيء تعدي لثقافاتنا وتقاليدنا، كل شيء ولا حد، أوكي؟ مسارح وأمسيات وسينما جميلة، لكن مصارعة نساء نطالب بالحدود وعدم التمادي في بعض الأمور. أما ماجد الشمري يقول: مصارعة كلها تمثيل وتدفع لها الملايين، هل استفدنا من شيء أو تطور عندنا أو تطور عنا علم أو ثقافة؟ أغضبنا الرب بفعل الفسق وتبذير الأموال، والناس من حولنا تموت من الجوع. أما مانع فقال: من لم يرد مصارعة النساء فلا يحضرها، ومن أرادها فيبتع تذكرة ويحضر، كل له حرية الاختيار ولا يحق لأحد فرض رأيه ورغباته على الآخر. أنا شخصيا والله يعطوني تذكرة المصارعة رجالا أو نساء أو الفرق الراقصة ببلاش، ما حضرتها لعدم الرغبة فقط. أما وليد الفضلي فيقول: بسأل سؤال، المصارعة الحرة اللي تقام عندنا سواء كانت رجالية أو نسائية، هل يشملهم قانون الذوق العام وتوضع عليهم غرامات أم ماذا؟